السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو، فيديو جديد موجه لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الابتدائي كراسة في رحاب اللغة العربية. بداية قبل بداية الفيديو، فضلا وليس أمرا، اللي كيشوف أول مرة قناة نزال التعليم نزال إديكاسيون، اشترك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم دائما الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو القناة مع أصدقائكم والأحباب ديالكم لتعم الفائدة. اليوم إن شاء الله عندنا نص وظيفي جديد بعنوان ملعب حينا. نلاحظ، لاحظوا ما هذه الصورة، نرى في الصورة مجموعة من الأطفال يقومون بلعب كما تلاحظون هذه الكرة، كرة السلة، لعب كرة السلة في ملعب، ملعب الأول والملعب الثاني، ومجموعة أخرى من الأطفال، مجموعة أخرى من الأطفال ماذا يفعلون؟ يقومون بتشجيعهم، يقومون بتشجيعهم. إذن نرى في الصورة مجموعة من الأطفال يقومون بلعب كرة السلة في ملعب، ومجموعة أخرى من الأطفال يقومون بتشجيعهم. ملعب حينا. لم نعد بعد اليوم نلعب في الطرق المزدحمة بالسيارات أو في الأزقة المليئة بالمارة. لقد شهد حينا تدشين ملعب جميل، فبعد أن كانت لنا مكتبة للحي ودار للشباب تعزز حينا بهذا الملعب. اتفقنا نحن أولاد الحي وبناته على توزيع حصص اللعب بيننا داخل الملعب في مجموعات بحضور منشط الألعاب، وهكذا صار لنا ملعب ومكتبة وفضاء للأنشطة المختلفة. فيه نقضي وقتنا وننمي عقولنا ونحافظ على صحتنا. ننتقل للأسئلة المرافقة للنص. أصل الكلمة بشرحها، أصل الكلمة بشرحها. تعزز منشط، تقوى مدرب. إذن تعزز، تقوى، شرح كلمة تعزز، تقوى، منشط مدرب، منشط مدرب. أفهم مما كان يشتكي أطفال الحي، مما كان يشتكي أطفال الحي، كان أطفال الحي يشتكون من اللعب. لاحظونا نلعب في الطرق المزدحمة بالسيارات وفي الأزقة المليئة بالمارة. إذن كان أطفال الحي يشتكون من اللعب في الطرقات والأزقة المزدحمة بالسيارات والمارة. إذن كان يشتكي أطفال الحي من اللعب في الطرقات والأزقة المزدحمة بالسيارات والمارة، أو نقول كان يشتكي أطفال الحي من اللعب في الطرقات، في الطرقات المزدحمة، طرقات المزدحمة بالسيارات، بالسيارات وفي الأزقة مزدحمة بالسيارات والأزقة مليئة بالمارة، والأزقة الجوابين صحيحين، ولكن نحاول نجاوبوا بطريقة مفسرة أكثر. الأزقة المليئة بالمارة. إذن
كان يشتكي أطفال الحي من اللعب في الطرقات المزدحمة بالسيارات والأزقة المليئة بالمارة. ما الشيء الجديد الذي شهده الحي؟ إذن لقد شهد حينا تدشين ملعب جميل. الشيء الجديد الذي شهده الحي هو تدشين ملعب جميل. شهد حيهم تشييد ملعب جديد أو تدشين. شهد حيهم تدشين ملعب جديد. على ماذا اتفق أولاد الحي وبناته بحضور منشط الألعاب؟ انظروا هنا، اتفقنا نحن أولاد الحي وبناته على توزيع حصص اللعب بيننا داخل ملعب في مجموعات بحضور منشط الألعاب. إذا اتفقوا على توزيع حصص اللعب بينهم داخل الملعب في مجموعات بحضور منشط الألعاب أو مدرب الألعاب. إذا اتفق أولاد الحي وبناته على توزيع حصص اللعب بينهم بحضور منشط الألعاب. اتفق أولاد الحي وبناته على توزيع حصص اللعب بينهم بحضور منشط الألعاب. أفكر، ما الذي يدل على أن أطفال الحي متفاهمون؟ ما يدل على أن أطفال الحي متفاهمون هو اتفاقهم على توزيع حصص اللعب بينهم في مجموعات. إذن ما يدل على أن أطفال الحي متفاهمون هو اتفاقهم على توزيع حصص اللعب بينهم في مجموعات داخل الملعب. ما يدل على أن أطفال الحي متفاهمون هو اتفاقهم على توزيع حصص اللعب بينهم داخل الملعب في مجموعات. ما رياضتك المفضلة؟ كل تلميذ أو تلميذة يختار رياضته المفضلة. مثلا أنا رياضتي المفضلة هي رياضة مثلا السباحة. كل متعلم ومتعلمة يتحدث عن رياضته المفضلة. أنجز، أضع الأنشطة الآتية في فضائها المناسب. لدينا فضاء دار الشباب ولدينا فضاء الملعب. لدي هنا كرة القدم، التشكيل، كرة الطاولة والمسرح. إذن تمارس أنشطة كرة القدم، نشاط كرة القدم في الملعب. إذن سأكتب هنا كرة القدم، كرة القدم. النشاط الثاني، التشكيل، يمارس في فضاء دار الشباب. التشكيل يمارس في فضاء دار الشباب. كرة الطاولة تمارس في الملعب. كرة طاولة المسرح يمارس في فضاء دار الشباب. المسرح، إذن التشكيل والمسرح نشاطان يمارسان في فضاء دار الشباب، وكرة القدم وكرة الطاولة نشاطان يمارسان داخل الملعب. إذن أحول، نقضي وقتنا فيما ينفعنا وينمي عقولنا. نحول هذه الجملة إلى أنت. أنت تقضي وقتك في ما ينفعك وينمي عقلك. إذن أنت تقضي وقتك فيما ينفعك
وينمي عقلك. سنقوم بقراءة بعض الكلمات البصرية مع بعضنا، البعض الكلمات البصرية. اليوم، لم، بعد، في، أو، لقد، أن، لن، بهذا، نحن، على، بيننا، داخل. أعيد، اليوم، لم، بعد، في، أو، لقد، أن، لن، بهذا، نحن، على، بيننا، داخل. إلى هنا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة.